الله يفك أسرك يا رب يا رب يفك أسرك، وكلنا مؤمنين بيكم مؤمنين ببلدنا، ومصر دي مش هيتغير الخير غير لما يترد لك حاجة. أيام مبارك فيك وعي اثنين، أيام مبارك فيك وعي اثنين، أيام مبارك فيك. وإحنا أحلى أيام شفناها في أيامك أنت يا ست الريس. نقول له كل سنة هو طيب واحنا ابنائه بالملوكية، بنقول يا رب كل سنة تبقى بخير وسعادة ومعانا. قول له يا ريس ايامك مش هتتعوض. انا يوم من ايامها كان فخامة الرئيس مبارك. ليه حضرتك؟ ايه؟ ليه حضرتك؟ في الغلا اللي احنا فيه. انت مش ملاحظ ان ايام دي البلد ابتدت تتحسن وبقى فيه انجازات وبقى فيه خير؟ لا 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 لا، على ايامه هو كان فيه الخير كله. على ايامه هو. كل حاجة كانت على ايامه هو، دلوقتي مفيش نشفت. نشفت. وهو الشعب بدأ يعرف قيمته دلوقتي، كفاية ان هو مفرطش لا في ارض ولا في شعب ولا مات في عهده حد ولا دخلنا في حروب. رجع لنا ارض سيناء اللي النهاردة بيحاولوا يضيعوا المناسبة بتاعتها. رئيس مبارك هو اللي عمل مصر، هو اللي بناها، هو اللي عمرها. احنا عشنا في ايام السادات كنا بنكافح معاه وربطين الحزام، دلوقتي الحمد لله 30 سنة عملنا شغل الحمد لله، دلوقتي عندنا كل حاجة، كل حاجة عندنا زي اوروبا، ايه اللي بس الانسان يتعامل بما يرضي الله. كلمة قاسم فيش كفاية، كلمة قاسم فيش كفاية، على 30 سنة حماية، على 30 سنة حماية. اسد اسد لو جريح، اسد اسد لو جريح، يا مبارك ما يهزك ريح، يا مبارك ما يهزك ريح. الف سلامة على الطيار اللي عايشنا احرار، اللي عايشنا احرار. أنبوبة البوتاجاز بتيجي لنا لحد البيت ب4 جنيه يا سيادة الرئيس. كان الكهرباء يوم ما ندفع للمحل 4 جنيه ولا 6 جنيه للمحل يا سيادة الرئيس. كنا بندفع للبيوت 3 جنيه و4 جنيه كهرباء يا سيادة الرئيس، وكان في مشاريع بتتعمل. الطريق الصحراوي كنا بنمشي عليه يا سيادة الرئيس ب2 جنيه وب3 جنيه يا سيادة الرئيس. النهاردة المعدة بتعدي أو العربية بتعدي أقل حاجة 5 جنيه يا سيادة الرئيس. النهاردة العربية المعدة بتعدي بتدفع 300 400 جنيه يا سيادة الرئيس. رغم ان الطريق الصحراوي معمول في عهدك يا سياده الرئيس. تعالي معايا قول حاجه للرئيس. قول تقول ايه حضرتك للرئيس مبارك النهارده؟ اقول له كل سنه وانت طيب يا من سلط الارض وحافظت على العرض. وشعب الاقصر كله بيقول له كل سنه وانت طيب، خصوصا قريه الاقلطم غرب. انت حضرتك جاي من الاقصر؟ ان شاء الله. ايام سيد الرئيس مبارك كنت عندي 16 سنة، كنت عامل أحلى فلوس، كنت بطلع أشتغل فاعل بحمل أحلى فلوس وأحلى شغل. شغال إيه؟ فاعل. فاعل في البق بنا يعني؟ بنا في البيع، في البيع. دلوقتي كنت بعمل أحلى فلوس، فين دلوقتي فلوس؟ دلوقتي المية وصلت لكام؟ فين الفلوس دلوقتي؟ عايز أعرف فين الفلوس. بقول له الرئيس مبارك فين أيامك يا مبارك؟ يا شارب معاك يا رب.